كلنا شكلنا حلو، بس اللي بيحدد شكلنا أكتر مقدار الضغط اللي بنشيله فوق كتافنا. نظرة الناس لينا وتقديرهم، وقتها بنحس بسلام نفسي من جوانا، بينعكس على شكلنا وملامحنا بأقل مجهود، وخاصة الست. الست في البيت هي زوجة في المقام الأول، شريكة حياة، جوزها عايزها دايما تبقى في نظرة حلوة، وفي نفس التوقيت ما تأثرش في البيت وفي شغله. طيب ده ينفع يتعمل؟ طبعا ينفع، بس له شرطين مهمين جدا. الشرط الأول إن يبقى عندها وقت خاص بيها ترتاح فيه وتبص لنفسها. ما الحقيقة بتقول إن فعلا الست بتبقى مطحونة ما بين شغل البيت وطلباتك وطلبات الولاد، وبين شغلها لو بتشتغل، وما عندهاش دقيقة واحدة تبص في المراية، وللأسف محدش بيشيل عنها. حتى لما بتطلب حاجة تخصها وتخص شكلها بتتعامل كأنها طلب الجريمة، وإن دي رفاهية مش وقتها، وإن في أولويات أهم منها. طب بذمتك بينك وبين نفسك كده، في أولوية إن مراتك عايزة تبقى أجمل واحدة في الدنيا تخليك دايما بتحبها وعينيك ما تزغش كده ولا كده، وفي الآخر نرجع ونشتكي ونقول هم مهملين كده ليه؟ طيب ما هو لو في وقت ولا فلوس ولا مصباح سحري يشيل عنها التعب اللي بتعمله، طيب هي تعمل ايه؟ في النهاية الضغط بيولد الانفجار، وأوقات كتير القصة بتنتهي بانفصال أو بخيانة، وقتها الأمور طبعا هتبقى صعبة تتعالج. الشرط التاني وده أهم شرط هي الكلمة الحلوة والطيبة. مراتك لو حست منك إنك مش قادر تديها كلمة حلوة هتتضايق، هتضغط عليها، بالرغم إنك لو قلت لها كلمتين حلوين والله هتاكل الزلط علشانك، هتحلو من كلامك الحلو بس، من حضنك وقت تعبها. عينيك اللي بتقولها كلام كتير جدا ما ينفعش يتقال باللسان، طبطبتك عليها وسندتك ليها بخروجة حلوة وبسيطة مش مكلفة، بمفاجأة ملهاش ميعاد ولا مناسبة، لما تحس إنها لسه أنثى بتحب وبتتحب وليها وقت خصوصية بتكون فيه معاك مش شايلة أهم حاجة، بإثبات كل يوم إنك بتحبها أكتر من اليوم اللي قبله، وقتها وبأقل مجهود هتكون لك أجمل واحدة في الدنيا، هتكون لك ليك أنت وبس. شكرا ليكم وإلى اللقاء.